البعض نحبهم، لكن بيننا وبين أنفسنا فقط، فنصمت برغم ألم الصمت، فلا نجاهر بحبهم حتى لهم، لأن العوائق كثيرة والعواقب مخيفة، ومن الأفضل لنا ولهم أن تبقى الأبواب بيننا وبينهم مغلقة. عملت لك أحلى حاجة في الدنيا بتحبها. أمير، أبقى ما فهمش حاجة، وعمري اللي عدى ده كله ملوش لازمة لو أنت ما بتحبش. بتضحك؟ هو حد في الدنيا زيي؟ ها؟ أعرفها؟ تعرفيها يا توحة وما تعرفيهاش في نفس الوقت. شفتها مرة واحدة بس، صح؟ صح. واسمها ماريا. لا لا لا، أنا كده ابتدي أخاف منك، أنت خطر. ليه يعني؟ وأنت فاكرني إن أنا أي كلام؟ ما تقولي لأبوك. أقول لأبويا إيه بس يا ستي؟ ما أنت عارفة عشان ماريا... مسيحية يعني؟ إذا كان ديننا بيقول إن ده ينفع، إحنا بقى هنحرم اللي حلله ربنا؟ أنا عارف إنه حلال، بس أنا مش عارف ماريا نفسها هتقول إيه. هتقول إيه في إيه؟ وانت لسه ما قلتلهاش انك بتحبها؟ قلت لها. طب وقالت لك ايه؟ سابتني وجريت. تبقى بتحبك، وانت لازم تستعجل وتاخد خطوه لقدام. الدنيا مش هتستناك، زمانك غير زماننا. البنت لازم تحس انك انت بتحبها، مش لسه بتفكر زي ما هي بتفكر. تقصدي ايه يا ستي بالظبط؟ هي دلوقتي تلاقيها محتاره. انت ما فيش بالنسبه لك اي مشكله لو احنا قلنا اه، لكن هي مش سهل عليها انها تتجوز واحد من غير دينها. لازم تحسسها انك انت بتحبها، وان انت احسن واحد ممكن تقدم لها في الدنيا دي. لا 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 لا، كده كتير قوي يا توحة، انت معديه قوي. تحب اروح لها بكره وانا هجيبها لك لمس كتاف؟ والنبي انت عسل واموت فيكي، ربنا يخليكي لي يا رب. اسمع نصيحه من واحده عدى من عمرها اكتر من اللي باقي لها. الحب ده احسن حاجه في الدنيا، ولو جالك اوعى تدي وتاخد مع نفسك كتير لحسن يروح منك وبعدين تفضل ندمان. ايه؟ هروح لها بكره؟ يا توحة انت تعملي اللي انت عايزاه، انت بالنسبه لي جينيس، جو اهيد. ولا دي الشتيمه دي ولا ايه؟ اقسم بالله ابدا، جينيس دي انا عبقريه بالنسبه لي طبعا. انت بتكذب؟ لا خالص، انت حبيبتي. هتتجوزي؟ اه ومالك بتقوليها كده زي ما تكوني هتتدبحي مش هتتجوزي؟ اوعي تعملي حاجه تكوني مش عايزاها، هتندمي يا هبله. استاذن اعمل ايه يا ست؟ انا تعبت، ما بقتش عايزه اعيش بمشاكل، خلاص تعبت. وانت كده يعني هتبعدي عن المشاكل؟ ما تقفلي على الموضوع ده. طبعا، ما انت مش عايزه حد يقولك على حاجه ولا يغلطك. ليه ان شاء الله؟ مين فينا احنا التلاتة بيعمل حاجة صح؟ أنا ولا أنتي ولا هي؟ الوحيدة اللي بتعرف تعمل الصح هي البت سلمى. اللي اتضحك عليها وهتروح في داهية؟ على الأقل عملت اللي هي عايزاه. على الأقل محدش غصب عليها حاجة. هي اللي اختارت اللي هي عايزاه وعملته. إنما أنتي وهي وأنا الدنيا جابتنا ومطوحتنا زي ما هي عايزة. أنتي ناويه نكت بقى النهاردة يا ليلى، مش كده؟ على العموم بقى انا جاي عشان اروق دماغي واخلي المبروكه تشوف لي الفنجان. انت بتتريقي عليا ولا ايه؟ طب هتشوفي دلوقتي ان كل كلمه اقولها لك هتطلع صحيح. يا حرام، دي صدقت نفسها بجد، تخيلي. ايه يا بنت مالك بتبصي كده ليه؟ خوفتيني. انت مش محتاجة حد يقرا لك الفنجان. انت نجمك مقفول. وايه الجديد في اللي انت بتقوليه؟ يا اختي ما احنا النحس راكبنا راكبنا، فين الجديد بقى؟
سرك مفيش حد غيرك يعرفه، واللي بتتمنيه جايلك جايلك، بس مش كل اللي جاي سند ليكي. قولي قولي، قلبك هيحب وجسمك هيتمنى وعينك هتشوف. بس هو زعلان منك، مش هيفضل زعلان كتير. قلبك يا علي، الدنيا مش محتاجة أكتر من لقمة ولادمة وراحة البال. اخباره ايه؟ ايه ده يا بنتي عليا ده؟ ليه لخبط وشك بالمنظر ده؟ وانت يا بت ايه اللي عمل في وشك كده؟ هو انت كنت بتشربي القهوه ولا بتستحمي بيها؟ متولي دي بعت الشقة يا اخويا والعربية، ودت فلوسها فين يا ترى؟ انت لازم تعرف يا راجل، انت عارف الشقة دي تجيب كام دلوقتي يا اختي؟ دي تجيب شيء وشويات ولا هتسيبها كده ماشي على مزاجها؟ لا يا متولي، البنت عيارة هيفلت يا اخويا، لازم تتصرف يا راجل بأي طريقة. الو، انت فين؟ ليه؟ عايز اشوفك دلوقتي حالا. خير؟ هتعرفي لما تيجي. طيب اجيلك فين؟ في العوامة، عارفة مكانها طبعا. نص ساعة هتلاقيني عندك. Thank you.
عايزاك في مشوار، عايز عربية توصلني العوامة. فاكر عنوانها ولا مش فاكرها؟ لا استناني تحت البيت. سلام. ليلى انتي خارجة يا اختي؟ مالكيش دعوة، وياريت تعتبريني مش موجودة في البيت ده أصلا. طب وماله وماله؟ بس لو أبوك يا اختي سأل هقوله راحت فين. قولي له ما سألتش ليه من زمان يا حاج. بيتك هتفضحني. ايه ده؟ عليا النعمه برنسيس، انا قلت جينيفر لوبيز نازله. ايه رايك في الحركات دي؟ جبتها منين دي؟ لا ما تقلقيش مش سارقها، ده انا حسني برضه. لا والله. اه انت عارف انا واخداك معايا ليه عشان توصلني؟ طبعا عارف. طب ليه؟ عشان رايح اوصلك لمراد، وعايزه تعرفيني اللي فات مات وان اللي حصل معاك ده ما اثرش في اي حاجه يا باشا. صدق وتامن بالله ان انت عايز رصاصه في بطنك؟ لو منك اموت انا. طب يلا يا اخوي. طب ايه رايك في الماركه؟ صارف انا صح؟ اتفضلي اتفضلي. يا حل وخايفه تضيع مني شغلانه. قلت مفيش غير سلمى لما محتاج حاجه اسالها عليها. اه يا حبيبتي وانا معاكي وتحت امرك. ايوه بس انا في حاجات كتير قوي ما اعرفهاش. ولا يهمك، انت بس لما حاجه تبقى صعبه قدامك ومعصلجه معاكي شويه تعالي لي او هاتيها معاكي وانا اقول لك تعمليها ازاي. انا عايزه اخلي البنت اللي اسمها كاميليا دي كل الناس تعرف انها ولا حاجه وان انا احسن منها 100 مره. بس شغل العلاقات العامه بعيده قوي عن الحسابات اللي بتتكلمي فيها دي. بصي بقى انا عايزه اعرف كل حاجه عن الشركه. عايزه لما صاحب الشركه يسالني على اي حاجه يبقى الاجابه عندي انا. انا جبت كام كتاب كده على العلاقات العامه وعرفت انه الواحد عشان يشتغل في العلاقات لازم يبقى عارف حاجات كتير قوي، لازم يعرف كل الاقسام فيها ايه وبتشتغل ازاي، يعرف كل واحد بيعمل ايه وما بيعملش ايه وايه حدوده. صح ولا مش صح؟ صح. طيب انا عايزاكي بقى انت تعرفيني يعني ايه حسابات ويعني ايه شركات وعايزه لما امسك يعني ورق كده ابقى فاهمه اللي فيه ايه، واي حاجه عن الشركه انا هقولها لك. عارفه يا عاليه لو تقولي لي بس انت عايزه ايه وناويه على ايه بالظبط هتسهلي عليا المواضيع. يعني هعوز ايه يعني؟ اكيد يعني مش عايزه اخسر شغلين. حامل ان انا مصدقاكي. بس اللي عايزه تكسب الشغلانه بتاعتها تركز في شغلها هي وبس، مش في شغل الشركه كلها. انت عارفه يا عاليه في حاجه في دماغك ومخبيها عليا، لو تقولي لي عليها بس عشان ابقى معاكي على الخط. ولا اقول لك خلي كل حاجه في ميعادها. بس عشان تعرفي كل حاجه ماشيه في الشركه ازاي انت لازم تعرفي ايه بقى كل الحاجات الماديه والقانونيه بتاعه الشركه والتعاملات بتاعتها مع العملاء ومديونيتها مع العملاء والبنوك والحكومه وكل الحاجات دي، وتعرفي الحياه ماشيه ازاي في الشركه يعني رسميه او غير رسميه، وتعرفي موقفها من الضرائب وشغلها مع الضرائب ازاي. ايه كل ده؟ ده طلع الموضوع صعب قوي. ولا صعب ولا حاجه يا حبيبتي، هو الموضوع عايز علاقات عامه في كل مكان وتفتيح مخ. طب انا عايزه اعمل كده. قولي لي بس يا حبيبتي انت عايزه تعملي ده ليه وانا اقول لك تعمليه ازاي. ايه مادي يا سلمى هحكي لك. انت خارج كده وهقعد ليه؟ انت مش ملاحظ ان كلامك ده بيوجع شويه؟ يا ايه انا قلت حاجه انت مش عارفاها؟ هو في ايه؟ ما تعمل حساب يا اخي المشاعري شويه. انا بني ادم على فكره، انت ليه محسسني ان انت جايبني من الشارع ولا ان انت داخل شقه مشبوهه ليه كده؟ لا يا حبيبتي اطمني، الناس كلها هنا عارفه ان انا بتجوز كل شهرين ثلاثه في الشقه دي، فما تخافيش يعني مش هيبصوا لك بصه مش ولا بد. لا والله كويس طمنتني. بس انت معروف عنك يعني ان انت كل كام شهر بيجيب لك واحده كده تتجوزها. ايوه ايه بعمل حاجه انت مش عارفاها؟ انت بني ادم مستفز قوي على فكرة.
وبالذات لو واحدة زيك. زيك؟ يعني إيه زيك؟ يعني عارفة بالظبط مهمتها اللي جاية هنا عشان. وإنت مهمتك إيه بقى في الشقة دي؟ إنت زيي ويمكن تكون كمان أوسخ مني. إنت عارف؟ أنا بقيت بكره نفسي وأنا معاك. يا أخي اعمل حساب لأي حاجة بيني وبينك. اعمل حساب إن أنا بني آدم، أنا مش جاية من الشارع. إنت ليه بتوصلنا لده يا عبد العزيز؟ ليه بتوصلنا لده؟ حرام عليك، ده أنا بحبك. ليه كده؟ اللي انت عايشاها، بتحب الكوافيرات والنيو لوك اللي بقيت فيه، بتحب الفلوس اللي بتصرفيها كل يوم. قالها صحيح، على فكرة هي الست ماما من يوم ما أخذت الفلوس يعني لا سألت علينا ولا جت. أكيد بقى هتسأل وتيجي بعد الفلوس ما تخلص. يا هلا، أنا أنصحك نصيحة غالية جدا. كل بني آدم بيحدد المكانة اللي هو بيبقى فيها، وأنت للأسف حددت مكانتك. يعني قبلتي تكوني زوجة لمدة محددة. أنا طبعاً عارف ومتأكد إن أنت هتعملي المستحيل عشان ما أطلقكيش، بس أنت غلطان. وأقول لك حاجة كمان، حتى لو خلفت منك برضو هطلقك. عشان طولت لسانك عليا. انت بقالك معايا شهر ونص، فاضل لي 15 يوم على ما العقد اللي بيننا ينتهي. حط ده في دماغك يا حلوه. ها باي. ياه، دي باين عليها مكالمة لحد انت مرتاحة له قوي قوي. طب ما تحكيلي، مش عايزة تحكي ولا خايفة؟ بيقولوا زمان اللي بيحكي بيستريح، ويمكن لو يحكي يتعب. يبقى أمين. بتحبي؟ ما أقدرش حتى أحب. وما تحبهوش ليه؟ أنا فين وهو فين؟ الظاهر أنتِ مش عارفة قيمة نفسك بقيتي إيه؟ حتى لو بقيت فين؟ هو أكبر وأغلى. ياه، قد كده بتحبيه؟ تعرفي لما اتجوزت جابر ما كنتش فاهمة حاجة خالص في الجواز،
ولا أعرف أي حاجة ولا حتى فاهمة يعني إيه الواحدة ممكن تنام جرا راجل. كنت راضية بعيشتي معه وخلاص، أكل اللي أكلهولي، أشرب اللي شربهولي، لا عمري طلبت حاجة ولا قلت عايزة حاجة، ولا طلبت منه زي بقية الستات يفسحني ولا يجيب لي هدمة جديدة. كنت راضية بحالي وخلاص، ده أنا حتى عمري ما فكرت إن أنا يبقى عندي فلوس. هو كمان لا كان كويس ولا كان وحش، وأنا عمري ما فكرت أبص لحد غير ولا بصيت. إنما هو بقى لما راح أتجوز نبوية أنا برضو حطيت العيب عليا، قلت هما بيقولوا الراجل لما بيروح يتجوز على مراته بيبقى أكيد العيب فيها هي، وجبت العيب عليا. بس نجيتي للحق، هو طباعه بقت وحشة قوي من ساعة ما اتجوز نبوية، وهي كمان كانت زي الزفت. من يومها كرهت صنف الرجالة كله، ولا عدت بطيئة أبص في وشهم حتى. إنما أمير، أمير حاجة تانية خالص، وقف جنبي وساعدني، وحتى الشيخ زياد أبوه كان بيقولي إن أنا زي بنته. نفسي أمير يتجوز جوازة حلوة تليق بيه وبمكانته، واحدة كده تكبره وتشرفه، يحبها ويعيش معاها سعيد طول عمره. سيبينا لوحدينا دلوقتي، اخرجي.
افهم من كلامك ده ايه؟ انا عايزاك تعرف ان انا غير منى خالص. انا عارفه كويس ان انتوا اللي بينكم بيزنس وبس، فلوس داخله وخارجه، بس مشاعر مفيش. الله، ده انت مش بتشتغلي معانا بقى، ده انت بتشتغلينا. انا طيبه بس فاهمه كل حاجه، وعارفه كويس ان انت مش هتقدر تطلقها، وانا بصراحه طول ما هي موجوده في حياتك مش هبقى مطمنه، وانا عايزه احس بامان. والامان ده يبقى ازاي؟ انا عايزه ارجع اشتغل تاني، بس انت عارف كويس ان انا مش هينفع اشتغل مع منى في الجاليري القديم. نفسي يبقى عندي مكان بتاعي لوحدي. اوكي، هاتيه من فلوس الشقة اللي انت بعتيها. لا، ده انت مراقبني بقى. عيب يا لولو، ده انا مراد برضو. عموما انا هجيب لك المحل اللي انت عايزاه. شكر. طيب هقعد فين بقى؟ في الفيلا مع منى؟ مؤقت. لا، وانا ايه اللي قعدني معاها؟ طب ما تشتري شقه ليا لوحدي اقعد فيها. انا عايزك تفضلي قدام عيني لحد ما تولدي. يعني انت عايز تقولي ان انا لو قعدت في شقه لوحدي مش هبقى قدام عينك برضو؟ ده انت مراد. وبعدين بقى انا وافقتك على كل اللي انت عايزاه، مش عايزك بقى تعيدي وتزيدي في الكلام. بصراحه انا مش مرتاحه، انا حاسه ان في حاجه تانية. لا تانية ولا تالتة. انا عندي ميعاد مهم ولازم اعمله، يلا عشان اوصلك. لا خليك براحتك، انا اصلي هنزل اشتري شويه هدوم جديده. اوكي، وانا هبعت لك السواق عشان تشتروا الحاجات من الناس اللي انا بتعامل معاها. اوكي بيبي، باي حبيبي. ايه بعدين ده الناس واقفه قاعد عربون المحل. والله امشي يعني. طيب ماشي ماشي. سيبك من جمال خالص خالص، اقعد من دماغك. تشوفوا سعادتك يا باشا، انا عايزك من النهارده انت هتشتغل معايا انا وبس. تمام يا باشا. طبعا انت عارف ان احنا داخلين على شغل كتير وتقيل، زي ما بيقولوا الموسم بتاعنا ابتدى. في صفقة جاية لنا بكرة، صفقة كبيرة، عايزك تاخدها وترتبها في المخازن بتاعنا. أنا هديلك جزء مش صغير من الصفقة دي، بس عايزك تشوف لي موزعين جداد، عشان الموزعين بتوعنا خلاص ريحوا. إن شاء الله بس هتشوف مننا شغل نظيف إن شاء الله. وأنا متأكد من كده أوي أوي. يلا شغلك سلامة، اتفضل. بإذن باشا. اتفضل. هو انت جاي متأخرة ليه؟ ولا انت جاي في المواصلات؟ اكيد الميكروباصات اخرتك صح؟ اولا انا مش جايه متاخره، انا جايه في معادي. ثانيا مالهم الميكروباصات اللي بيركبوها اجدع ناس؟ ايه ده؟ الو، ايوه سمير، عامل ايه دلوقتي؟ عملت العمليه ليه؟ الاسبوع الجاي؟ طيب ان شاء الله هتبقى كويس وترجع بالسلامه ان شاء الله. بقول لك ايه؟ كنت عايزه اقول لك حاجه، كان نفسي اقولها لك من زمان قوي. عينيك حلوه قوي. ماشي، خلي بالك من نفسك، هستناك. باي باي.
صباح الخير يا استاذ منير. صباح النور يا استاذ عليا. انا كنت عايزه اعرف من حضرتك شويه معلومات كده، بما انك مدير حسابات فاكيد هتفيدني. بس انا مدير حسابات مش علاقات عامه. ما هو انا اللي انا عايزاه هو في الحسابات. والله لو في نطاق شغل حضرتك تحت امرك. كل حاجه هنا في نطاق شغلي. بس هنا لازم حضرتك اي حاجه بامر مباشر من مدير الشركه او الاستاذه كمال. طيب اوكي تحت امرك. عايز تقرير كامل بكل العملاء اللي معانا في المشروع، تعمل لي اجتماع كامل بكل المشاركين معانا فيه. اتفضل. اي كلام او شكوى ملهاش علاقه بالشغل انا مش هسمعه. انا كنت عايز اطلب من حضرتك طلب مهم وخاص بالشغل. اتفضلي. طيب عادي. كنت عايزه اقعد مع مدير الحسابات، عايزه اعرف معلومات خاصه بالشركه وعن اداره المشروعات. انت مالك انت ومال الحسابات؟ ما هو انا بشتغل في العلاقات العامه، والعلاقات العامه متصله بكل الاقسام. ايوه، العلاقات العامه وظيفتها العملاء، ترتيب للمؤتمرات، التعامل مع الموظفين والضيوف، الاطار اللي الشركه محدداه. طيب مش يمكن الاطار ده هو اللي مخلي اداء قسم العلاقات العامه اقل بكثير من المطلوب؟ والله القسم اداؤه بالنسبه لنا لحد دلوقتي كويس جدا. طب وليه ما يكونش افضل يعني؟ ما بحبش بقى الموظف اللي عايز ينط على شغل غيره ده. مين اللي قال ان انا عايزه كده؟ مش تطلبي ده من كاميليا؟ علشان كاميليا هترفض وهتفتكر ان انا عايزه اخد مكانها، وانا مش عايزه اخد مكان حد، بالعكس انا مبسوطه بمكاني جدا وراضيه بيه. بس انا عايزه اعمل شغل. استاذه كاميليا ليها اسلوب مختلف خالص، يمكن يكون مناسب ليها، لكن اكيد مش مناسب لشركه كبيره زي شركه حضرتك. يا سلام. من امبارح للنهارده اكتشفت ان اداء كاميليا مش مناسب؟ الحقيقه انا قيمت كاميليا بناء على معرفتي بيها وتعاملي السابق معاها، وعارفه هي بتشتغل ازاي وطريقه تفكيرها ازاي، عشان كده انا قررت اختصر الوقت. انا جاي هنا عشان اشتغل واثبت ان انا استحق المكان اللي انا فيه ده، وده مش هيحصل الا لو قدمت جديد للشركه. انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه اخد امر مباشر من حضرتك اني اخد كل المعلومات اللي انا عايزاها، اعمل بيها قاعده اقدر اتحرك بيها كعلاقات عامه للي انا عايزاه. في قاعدة بيانات ممكن تطلع عليها، ولو لقيت المعلومات ناقصة أنا ممكن هدي أمر إن أنت تكمليها. حلو كده؟ أنا مش عايزة أكتر من كده. عن إذن حضرتك. اتفضل. كنت عايزة أقول لحضرتك أنا متشكرة قوي، وأنا هحاول أثبت إن أنا قد المسؤولية واستحق المكان اللي أنا فيه، ومش هعمل مشاكل مع كاميليا خالص. متشكرة قوي، متشكرة جدا.